استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قاعة الصخير الجوية اليوم السيد غاري نورث نائب رئيس علاقات الزبائن في شركة لوكهيد مارتن للملاحة الجوية، والسيد أندرو بول فورد المستشار العسكري الأقدم، والسيد أليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، والسيد تيم وود مدير المبيعات الإقليمي وجنوب أفريقيا لشركة ليوناردو، والسيد ميتش سنايدر الرئيس التنفيذي لشركة بيل، والسيد سمير رحمن المدير العام لشركة بيل بمناسبة مشاركتهم في معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة. وقد رحب جلالة الملك المفدى برؤساء هذه الشركات وبمشاركاتهم في هذا المعرض الهام الذي يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مملكة البحرين وهذه الشركات، وما حققه معرض البحرين الدولي للطيران من نجاحات متواصلة منذ انطلاقته على أرض مملكة البحرين، والمشاركة الواسعة للشركات والمؤسسات العالمية المعنية بالطيران العسكري والمدني، وعرض أهم التقنيات الحديثة في عالم الطيران والملاحة الجوية والاستثمار في هذا المجال. وتمنى جلالته لمشاركتهم كل النجاح والتوفيق في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها هذا المعرض للمشاركين. وقد أعرب ضيوف البلاد عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في التنظيم والإعداد لهذا المعرض، وبالنجاح الكبير الذي حققه باستقطاب هذا العدد المتزايد من الشركات العالمية ومختلف العارضين.